من الأمور اللي يعني أنك أنت تنتبه لها وهي من موانع إطلاق قدراتك قضية الخوف من شيء ما. بعض الناس يخاف من كل حاجة، يخاف من أي شيء، مع أنه شركة من شركات الأبحاث أثبتت أنه الإنسان نسبة الخوف اللي بيمر فيه في حياته 80% منه وهمي. تصوروا ماذا تقصد؟ من يوم ربنا خلقك إلى اللحظة التي أنت فيها الآن، شوف كم مرة كنت خايف من شيء ما، واللي كنت خايف منه كم مرة طلع أي كلام. لا تخاف. لذلك علي بن أبي طالب كان له قولة جميلة يقول: إذا خفت من الشيء فقع فيه. يعني خايف من حاجة روح أعملها، خايف من السباحة خذ لك كورس 3-4 أيام مرتاح. بعض الناس يرسلوا لي يقول لي: أنا أخاف من الإليفيترز، هذه من المصاعد اللي تطلع عالي وكذا، أخاف، عندي فوبيا منها ما أقدرش. أقول له نصيحتي: خذ لك واحد من اللي تعرفهم واطلع في المصعد ده 5-10 مرات عشان تقضي عن الخوف. تخاف من الطيارات، خذ لك رحلة في أي مسافة في أي طيارة. لا تعيشوا في الحياة وانتم خايفين، لا تخافوا إلا من الخالق، من رب العالمين فقط، هو الذي يستحق أن نخاف منه، لأنه مآلنا له. مديرك هتخاف منه ليش؟ لا رزقك بيده ولا موتك وحياتك بيده، خايف من إيش؟ وطول ما أنت جالس في الدنيا نظيفا، طول ما أنت جالس في الدنيا تفعل ما تفعله فلا تخف. فهذه أيضا من موانع إطلاق القدرات في حياتنا، هو الخوف من شيء ما. هذا الخوف من شيء ما هو اللي بيفوت عليكم فرص في الحياة. خايف أغير وظيفتي، خايف أدخل في مشروع، خايف أنقل مكان تاني، خايف أسافر. لا تعيشوا هذه العيشة، ما تسوى، والله ما تسوى أنكم تخافوا. بعد ما يصير عمركم 70-80 سنة تتذكر تقول: أيام ما كان عمري 20-30 سنة جاءتني فرص لكن خفت إني أخذها. ليش خفت؟ لماذا؟ أكان حراما؟ أكان يخرق عادات وتقاليد؟ فلا تخافوا ولا تجعلوا هذه الموانع ما تخليكم تطلقوا قدراتكم. أسأل الله عز وجل أن تطلقوا قدراتكم، وأن لا تجعلوا هذه الموانع تقف حجر عثرة أمام هذا النجاح الذي ينتظركم. والسلام عليكم.